عايز رسالة علمية نادرة في مجال معين؟ طب عايز رسالة ما فيش منها غير نسخة ميكروفيلمية؟ هتلاقيها في قسم التوثيق الإلكتروني والمسح الضوئي في مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات. لكن هتقدر تستفيد منها ولا لأ؟ ده هخليه ليكوا انتوا تقولولنا عليه. بس هنلاقي ناس عايزة رسائل قديمة شوية وما فيش منها غير نسخ ورقية، هتلاقيها برضو في قسم التوثيق، وممكن كمان تلاقيها إلكترونية وتقدر تستفيد بيها. وحدة التوثيق مش بس عندها نسخ ميكروفيلمية لرسائل كتير، كمان عندها أجهزة العرض الميكروفيلمي اللي ممكن يستفيد منها الطالب. مش بس كده، الوحدة بتستلم النسخ الإلكترونية الجديدة من الرسائل العلمية من جامعة عين شمس ومن الجامعات المصرية، وتزودها على قاعدة بيانات شمس للرسائل العلمية. ومع كل ده، وحدة التوثيق الإلكتروني والمسح الضوئي كمان قدرت تحول الوثائق والمخطوطات الميكروفيلمية لجهات حكومية كتير لنسخ إلكترونية. سؤالنا النهاردة عن الرسائل العلمية اللي مفيش منها غير نسخ ميكروفيلمية، هل يقدر الباحث يطلع عليها ويستفيد منها؟